كبيرة إلى جانب لاعب في وسط الميدان وانطلاقة أنت شباب قسنطينة الموسم الماضي وانطلاقة لبلدية وهران فتحة ناحية سيدة حبة لبلدية وهران ولعب كذلك لاتحاد البلد لعب هو الأخر في اتحاد بسكرة من مدرسة وهو سونداغو سايدو واج الحكم يخلي اللعب متواصل تدخل بقول ما زال يتمتع بنفس القذافات ونفس التمريرات مولودية وهران محاولة والهدف الهدف يسجل في الدقيقة 26 يسجل هدف الأول لصالح مولودية وهران عن طريق اللاعب كوزياد داغولو حقيقة التسديدة أو الكرة الثابتة والركنية نفذت بإحكام ولكن سرعة اللاعب في الرأسية كانت جميلة جدا وفرحة كبيرة لأنصار مولودية وهران بهذا الهدف الأول الذي حرر وحرر الجمهور الحاضر شوف حقيقة شوفوا كيفية الارتقاء أمام الحارس وداها قدام الحارس يعني فيها حسابات تكتيكية وتنقلات ومهارة تقنية كذلك وضغط راح يعطي نشاط أكثر ربما لفريق شباب باتنا من أجل طبعا الوصول فوق أرضية الميدان وقع على أرضية الميدان الحكم السيد هذا توفيق الوابح شوف الإعادة من الإخوة الفنيين وزميلنا المخرج حسين على الديربي بين جمعية وهران خطير جدا يحاول الدخول منطقة العمليات صعبة هذه الكرة على صبول ثم عودة الميدان الكرة لداغولو لصندا عوادي مرر ناحية براجة مليحة ناحية داغولو وهذه أول مباراة يدخل فيها في التشكيلة الأساسية المدافع المغربي فعلا 19 هدف يعني في هذه الجولات اللي مرت يعني كثير بالنسبة لمولودية وهران والهجوم تاعها كان نقدر نقول في حالة صيام هجوم المولودية بأسباب تقنية محضة لأن الاختيار تقني القصفة تقنية كل الوسائل استعملها اللاعبين وسائل تقنية ولكن وسائل تقنية محضة بصعوبة ناحية لاعب سيدو ثم ينتفضوا والمحاولة لتقولوا هذه مليحة الكرة دي يسترجع هذه الكرة لتقولوا راح يسدد قوية والحارس متحزم كان متحزم لهذه الكرة 1-2 مع شوف 3 لاعبين داغولو يعني دون انتظار دار مباشرة يعني ضرب هذه الكرة كانت بطريقة مباشرة شوف الإعادة كيف حاول أنه ربما في وسط الميدان عواد ترجع الكرة من لكن في خطأ من داغولو نقول على سطول وبطاقة صفراء مستحقة لأنه التدخل كان بقوة من داغولو على فعل ممتازين في شباب باتنا وهو من خريج مدرسة مولودية قسنطينة وكان له فرصة باش لعب من عواد ترجع لداغولو داغولو رياضي إلى ذلك يعني نقول أنه بالسباح والكرة لداغولو دون انتظار مليحة حقيقة هذا هو في نمط الكرة في نمط اللقطة نظن التغيير دليل على بحث على نفس جديد لأن اللاعبين ومشرع سليم رقم 10 ثم مولودية وهران داغولو يقولوا وصابول في وسط الميدان دائما للشباب باتنا عن طريق صابول ومليحة من داغولو اللي رجع هو بشاب هذه الكرة ناحية من راح تكون ناحية السيد أحمد عواج السيد أحمد عواج عفوا داغولو كنت يعني المقابلة حيات من جديد ونقول أنه تفطنوا اللاعبين وتحركوا أكثر داغولو
الكرة في خطأ، في خطأ في اعتراف. المولودية انتعش بدخول سليم بومشرى، وشوف قوية هيلة هيلة داغولو داغولو. كل يوم رجل اللقاء، نقول أنه رجل اللقاء. شوف 1-2 بين داغولو، يدخل منطقة العملية داغولو، الهدف الثاني. والهدف الثاني من داغولو بعد هذه وهذا الخطأ من دفاع شباب باتنا اللي رجع كله إلى الأمام من أجل تسجيل الهدف. كنا قلنا قبل قليل أنه ممكن جدا أنه يكون خطر على شباب باتنا، ويضيف فريق مولودية وهران هدفا ثانيا عن طريق داغولو في الدقيقة 79. والأهمية تاع الاختيار الجماعي تاع الفريق اللاعب كان بالجناح باش ما جبد المدافع عنده اللي كان وحده، عطى كرة جيدة في عمق الميدان لداغولو اللي استغلها كذلك بكيفية جيدة، وما كانش فيه أنانية، كان فيه بحث على التفوق من أجل ضمان. هو واش قلت سي نجيب الشوط الأول سعد من أجل تعديل النتيجة، كانت له فرص من أجل تعديل النتيجة، لكن اتلقى الهدف الثاني وهذا عن طريق كرة مرتدة وهجمة مدافع ضد مهاجمين. فريق شباب باتنا ترجع الكرة لداغولو، وخطأ خطأ من لاعب شباب باتنا بنساسي وداغولو، لكن الحكم يتدخل ويطلب من داغولو.